عودي معكم للمتابعة لليوم الخميس 25 شباط 2016، وبحيي كل اللي انضموا لنا هلأ. مستمرين معكم ل 12:30 بتوقيت بيروت. طبعا رح ننتقل هلأ لعند كارمن وزودك وقت رسالتكم المباشرة، بتعطوا تواريخ ميلادكم وبتاخدوا جواب على سؤالكم. بس قبل بدي وصل لك يا كارمن إذا ممكن تأيدي لباميلا لومباردو، لأنه طلبت مني أنه وصل بأمانة باميلا إلى زمان تتصل فيك. مولودة ب 6 ديسمبر 91 الساعة 12:30 ليل بتوقيت الجزائر، بتحب تعرف عن الصحة والزواج أو إذا في خطوبة هالصيفية. أوكي بقى جاوبيها بليز كارمن إذا وصلت. ممكن وبننتقل نحن وإياكم على زودياك وكارمن. اوكي صبحكم بألف خير، اتصالاتكم مباشرة على الهواء، مثل ما عم بيقولوا لي انه في اتصالات جاهزة اوريدي، فرح بلش بالاتصال قبل ما ناخذ الايميلات. بناخذ اول اتصال. ريان تفضلي. الو بونجور. بونجورين يا اهلا، كيفك؟ الحمد لله، تفضلي. اذا بتريدي بليز 12/5/77. 12/5/77 اي ساعة؟ الساعة 12:35 دقيقة ليلا. ليلا يعني 0:35. اوكي صح. سؤال، كيف حابة اعرف عن الصحة وتحديدا تفسير مرور ساتورن على نبتون ونبتون على القمر، وبأي فترات خصوصا؟ وشو في شيء ايجابي على صعيد الصحة بليز؟ ساتورن على شو؟ على نبتون؟ لا مش ساتيرن على نبتون. عم تسأليني ساتيرن على نبتون؟ ايه ايه اوكي. ونبتون على القمر. ونبتون على القمر، اوكي. واي فترات ايجابيه؟ عندك شيء عم تعاني شيء من الصحه؟ تعبانه نفسيتي نفسيا. اوكي شكرا لاتصالك. اوكي تريبيا مبينه واضحه، واضحين النقاط اللي عم تحكي عنهم. اوكي خليني بلش خليني شوف. عم تحكي عن نبتون وعم تحكي عن القمر، ساتيرن على نبتون وعم تحكي عن نبتون على القمر. هلا انت وقت اللي خلقتي ريان، وقت اللي خلقت هاو هن الكواكب اللي كانوا حاليا. اليوم في عندي زحل عم بيقرب على نبتون بخارطتها. يوجولي زحل ونبتون سوا يوجولي بيخلقوا قصص العلاقة بالصحة، مشان هيك سألتك عن الصحة. بتحس حالها أو بتحس حالك، تحسي حالك أنه تعبانة، مظبوط تعبانة بمعنى أنه ما في أمور واضحة، لأنه نبتون هو كله الغموض، بتقضيها بين تنقول حكيم وبين فحص وبيطلع بالنتيجة ما في شيء. هيدا الشيء يمكن عم تحكي عنه أنك تعبانة نفسيا، هيدا يلي بقلك عنه أنه زحل ونبتون سوا هن بخربطوا الأمور، ونظرتك للأمور بتكون مشوشة. امتحانات حتى، بس عم نحكي عن الصحة، ايه الصحة تقريبا ما بتكون واضحة 100% الأمور، التشخيص ما بيكون واضح، بتقضيها من فحص لفحص وبالنتيجة يمكن ما يكون في شيء. لكن بدي ارجع اطلع على نبتون والقمر، نبتون والقمر اجمالا بيخلقوا كمان، بيزيدوا هالنقطة بيزيدوها تعقيد، وبالتالي في احتمال انه تكون الامور الصحيه عندك شوي متقلبه. ورح اقول لك ايمتى بالنسبه لك اكثر شيء رح بتكون تقريبا بالصيفيه، رح بتحسي بالصيف انه الامور مشربكه معقده، عم بحكي صحيا نفسيا جسديا. بشهر حزيران هو الشهر يلي بلاقيه بالنسبة لك بهيدي السنة يمكن يكون الأتعب. شو بدك تعملي؟ أنا برأيي بدك تتابعي الأمور هيدي السنة، السنة المقبلة يمكن تعذبك شوي أكتر. إذا بدي طمن لك بالك بالنسبة لزحل، بقول لك زحل على هيدي النقطة مفروض يتركك بسلام وبأمان وتخلصي منه بأواخر نوفمبر. يعني عندك سنة متقلبة، السنة المقبلة كمان بدها اهتمام. ناخذ ليلى، تفضلي. ليلى على الهواء معنا. ليلى الو. يا اهلا. الو بونجور. بونجورين يا اهلا، تفضلي ليلى. 6 تشرين الثاني 1900 سنة ال 54 54. بنعرف شي اي ساعة؟ 54. بس ما بعرف اي وقت. اوكي سؤال، بعرف عن الصحة وعن حالتي المادية. اوكي شكرا لاتصالك.
اول ما اطلع هيدي تشارت اول شيء بتقلي انه سنه 2017 هي السنة يلي رح تخلق بالنسبة لك التغييرات الإيجابية. هيدي السنة منا هالقد واعدة بتغييرات كتير كبيرة، لكن السنة المقبلة أنا بلاقيها رح بتكون سنة أفضل كلها من أولها لآخرها 2017، وبتمد الإيجابيات لل 2018. تغييرات مهمة حاليا ماني شايفة شيء يذكر، بمعنى بدك تمرق الامور مثل ما هي. القصه اكيد بدها نطره، بدها نطره، يعني بدي القصه بدها تاخذ وقتها. عم بعمل بس عمليه حسابيه لشوف اذا في شيء حاليا. انا بالنسبه لإلي ما بين عندي في اي تغيير كثير كبير. شهر هلا ادار نوعا ما بيطمن لك بالك، بمشي الحال، الامور فيها تتطور بطريقه شوي ايجابيه، مع احتمال بدي جرب لاقي لها شيء حلو، مع احتمال ايمتى بدي لاقي لك شيء معقول. ادار هو الافضل، ادار هو الافضل، وبدي اقول لك هيدي منيح. ادار بدها تروح القصه، يمكن ادار بعد ادار فيك ترجع تتصلي فيني، نرجع نشوف الامور بوقت نتفي بلكي اطول. فايزه تفضلي. علي. يا اهلا يا فايزه. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. معك فائزة من الجزائر. يا أهلين. الله يسلمك. تاريخ الميلاد 20/8/1974. 1974. نعم، أي ساعة يا فائزة؟ حوالي 5:30 صباحاً. 5:30 صباحاً بالجزائر. نعم. نعم. الأحوال العائلية المادية والصحية. متزوجة؟ نعم، متزوجة، عندي ثلاث اولاد. ايه الله يخلي لك اياهم، شكرا لاتصالك يا فايزه، خلينا نشوف فايزه. يا اهلا وسهلا. بالنسبه لفايزه الامور عندها، اذا بدنا هيك نشوف شو الوضع بشكل عام، الوضع العام انا بلاقيه جيد، بالنسبه لإلك ما في لزوم لحتى تعتلي هم، اتس اوكي، الامور واضحه، الامور جيده، احتمال انه يكون في بالنسبه لفايزه نقله نوعيه، تغيير بالنسبه لإلك رح بيكون كثير حلو. عاطفي ايجابي طبعا، عائلي حتى منزلي رح بيكون كتير جيد، وذلك في شهر سبتمبر 2016 هيدي السنه. حضري حالك، في تغييرات كتير حلوه وجيده بانتظارك. رح اخذ ايميل من، خلونا نحط باميلا، خلونا نحط باميلا بهيدا الوقت. في عندي باميلا وفي عندي اماني، اذا فينا نحطهم. 6/12/1991. اوكي، اعطيتني ساعة الولادة 12 منتصف الليل. طب خليني احط 23/59 مثلا. بتصور الجزائر. الجزائر بدها تعرف باميلا عن الصحة والزواج، او اذا في خطوبة حاليا. أول شيء بدي أطلع على مجموعة الكواكب الموجودة عندك ببرج القوس، هذا الشيء بيقول لي إنه هيدي السنة الأخبار منا هالقد مطمئنة. باميلا ماني شايفة الأمور هالقد إيجابية كتير، ماني شايفة استمرار وتقدم في الوضع العاطفي، شايفة إنه في نوع من حذر بهذا الموضوع، فإذا أنت بعلاقة بدك تنتبهي كتير، بدك تنتبهي لأنه الخارطة الفلكية لا تشير إلى تقدم في الوضع العاطفي. فبالنسبة للخطوبة بدك تنتبهي، في حال في خطوبة بدك تنتبهي. بناخد ريما، هيك بنكون جاوبنا على باميلا من الجزائر. بناخد ريما. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيكي. الله يعافيكي. حبيبتي أنا حكيتك بالصيفية عن بنتي، قلتي لي لتابعك وما عادش حكيتك لأنطر. أوكي. هلا قلتي لي وقتها هي كانت علاقتها كثير إنه تحكي مع شباب كثير، صارت مبدئيا هلا ما عادش في عندها حدا. طب لحظة بليز ريما، عم تحكي عن بنتك؟ عن بنتي. بدك تعطيني تاريخها لحتى استوعب عن شو عم تحكي. ايه مضبوط، 16 كانون اول. كانون. 91. اول 91. بعد الظهر. اي ساعة بعد الظهر؟ بعد الظهر الأربعة، بعد الظهر تقريبا، حوالي الأربعة.
أربعة بعد الظهر بلبنان. يعني هلا اوكي علاقاتها ما في علاقات كذا، كان عندها كذا علاقة هيك عاطفية، وقلتي لي مثل عصفور الطيار ما راح يكون في شيء مبدئيا ل 2016 اولا. هلا بعد ما في شيء مبدئيا، ما في عندها علاقة هلا، بس الشغل قلتي لي بدها تشتغل بشركة كثير مهمة، ففاتت على شركة كثير مهمة وبلشت. هلا هي مسافرة وشغلها كثير حلو، بدي اعرف بتكفي، وبدي اعرف كمان حياتها بالشغل بالمدرسه، بعدها هي بالجامعه عم تتعلم، بدي اعرف بتاخذها السنه هي شهادتها سي بي اي، هي عم تتعلم بس ما معها وقت تدرس، بس بدي اشوف بتاخذها ولا لا. اوكي شكرا لاتصالك، وضحت الصوره. بالنسبة لبنتك ايه انه فيها تاخدها، ايه فيها تاخدها، لكن بتتعبها شوي، بس هي بتقدر تكمل بالموضوع وفيها تنجح فيه بالنسبة لإلها. هيدي السنة انا بلاقيها هي السنة اللي بدها تشتغل شوي على حالها، بدها تأمن او بدها تحط حجر اساس للمستقبل، لانه سنة 2017 فيها بعض التحديات. فهيدي السنة انا برأيي انها تعرف تحافظ على شغلها، الشغل كتير مهم، شهادتها تخلصها السنة إذا السنة بتخلص. سنة 2017 سنة فيها شوية تحديات من زحل لما بيوصل على برجها، وبالتالي بدي إياها تهتم كتير 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 ومش شوي باستقرارها المهني. هلأ عاطفيا بصراحة خليني أقول لك، عاطفيا ماني شايفة الاستقرار الكبير يلي عم نحكي عنه في الوضع الحالي حاليا، بالعكس يمكن في عندها كتير تنقلات بمنزلها بمكان الإقامة، مع احتمال أنه تكون في بعض تنقلات أو مفاجآت لها علاقة ب ما بعرف إذا بتسافر، إذا بترجع بتنقل بيت، بتروح مكان إلى آخر، وتقريبا بشهر أدار وأول نيسان. خلونا ناخد اخر اتصال بتصور لليوم. نادين الو بونجور. بونجورين يا اهلا. بدي اسال عن خيي. تاريخ تفضلي. اوكي 7/7/96. 96 اي ساعة خلقان؟ ما بعرف بس. والسؤال؟ السؤال مهنيا وماديا. ما عم بيشتغل؟ بلا في شغل بس مسافر. لكن ما عم بيدرس بالمرة ما هيك؟ أو لا تخرج. ما في دراسة، في شغل بس في سفر كمان. أوكي شكرا لاتصالك. بالنسبة لخيك عم تسأل عن موضوع الشغل كيف رح بيكون حاليا، إذا عم هلأ ما عندي ساعة ولادي، يمكن لو عندي ساعة ولادي بالنسبة لخيك كانت وضحت أكثر، بس بالنسبة لخيك أنا اللي شايفته أنه الأمور عنده رح بتكون متطورة أكثر، رح تاخد نوع من أمور افضل، بتبلش تبين اكثر من شهر تموز وطالع. عندي شهر تموز وبيرجع في عندي شهر اكتوبر، هن يلي رح يحملوا يمكن لخيك بعض الاخبار الجيده والحلوه. حاليا نحن بمرحله استقرار. ثاني مره بليز جربي تعطيني ساعه ولادي لاقدر ساعدك اكثر، لانه مش عم بقدر اعطيكي تواريخ اكثر بالنسبه او احداث اكثر او توقعات اكثر بالنسبه لخيك. هذا كان اخر اتصال لليوم، بدي اتمنى يكون نهار كثير حلو، بتقدروا تتصلوا فيني نهار الخميس المقبل بنفس الوقت، وما تنسوا الابراج يوميا باول فقرات عالم الصباح. عودي لك جوزيف، وبالعلامه انا جاوبت لباميلا. ثانك يو لك. اذا ما حضرتنا الا تحضرنا على اليوتيوب. اكيد اكيد، ثانك يو لك كارمن. لكل المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا.